تزال الثقوب السوداء موضع ارتباك كبير حتى بين العلماء والباحثين المتميزين. في كل مرة عندما نقترب من كشف غموضها تقدم لنا المزيد من الأسئلة المعقدة. لماذا يجب أن نوثق ونذكر هذا الحدث المهم للغاية؟ لأنه فريد من نوعه ولم يحدث منذ أن عرف البشر طريقة لرصد هذه الثقوب، وهو في الحقيقة ينافي كل ما نعرفه عن هذه الأخيرة. لست مضطرا إلى معرفة الكثير عن العلم لنعرف أن الثقوب السوداء تمتص الأشياء في العادة ولا تقذفها، لكن منذ بعض الوقت رصد تلسكوب طيفي شيئا غريبا يخرج من الثقب الأسود الهائل يدعى ماركريان 335. الآن لماذا هذا مثير للفضول؟ الجواب هو أن الثقوب السوداء معروفة بامتلاكها قوة جاذبية قوية للغاية، لدرجة أنها لا تدع الضوء يفلت منها. شيء غريب أن يحصل العكس. شهد تلسكوبان تابعان لناسا ويؤكد هذا تلسكوبا آخر يدعى التلسكوب الطيفي النووي ناستا، خروج هالة ضوئية من الثقب الأسود فائق الكتلة انبعثت موجة ضخمة من طاقة الأشعة السينية. ما الذي حدث بالضبط؟ هذا ما يحاول العلماء فهمه حاليا. قال دون ويلكنز من جامعة سان ماري: هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من ربط إطلاق الهالة بالوهج. يساعدنا هذا على فهم كيف تعمل الثقوب السوداء فائقة الكتلة على تشغيل بعض من ألمع الأجسام في الكون. ذكرت فيونا هاريسون الباحثة الرئيسية في ناستار أن طبيعة مصدر الطاقة هي لغز، لكن القدرة على التقاط الحدث بالفعل يجب أن تقدم بعض المؤشرات حول حجم الثقب الأسود وبنيته، بالإضافة على أمل بعض الأفكار الجديدة حول كيفية عمل الثقوب السوداء. هذا الثقب الأسود لحسن الحظ بالنسبة لنا لا يزال على بعد 324 مليون سنة ضوئية. الثقب الأسود هو مكان قاتم لدرجة أنه حتى قوانين الفيزياء تنهار هناك، ولكن ماذا لو لم تكن الثقوب السوداء ممنوعة من الاقتراب إلى هذا الحد؟ ماذا لو كانت بدلا من ذلك نوعا من بوابات النجوم بين المجرات، أو ربما حتى ممرا إلى كون آخر بأكمله؟ بسبب الحجم الخرافي لكوننا، القوة التي صنعت من المستحيل أن تترك البشر أو الكائنات الذكية الأخرى إن وجدت دون تنقل فيه. حتما هناك ممرات دودية تختصر السفر، والثقوب السوداء هي الوصف الأقرب، وإلا فإن كوننا مجرد عبث وتبذير لتريليونات من المجرات. عادة البشر عندما يقتربون من باب ما هم يحاولون الخروج منه والدخول والوصول إلى مكان ما. ربما هذه الثقوب تفعل نفس الشيء، هي تسحبنا بقوة عندما نريد ذلك. إذا أردنا السفر ما علينا إلا الاقتراب منها. قد يبدو الأمر وكأنه مقدمة لفيلم خيال علمي، لكن الحسابات الجديدة التي أجراها علماء الفيزياء الكم تشير الآن إلى أن فكرة بوابات النجوم قد تكون في الواقع النظرية الأفضل. وفقا لتقرير نيو ساينس والنتائج الجديدة المذهلة، لا تبلغ الثقوب السوداء ذروتها في التفرد، بدلا من ذلك فإنها تمثل بوابات لأكوان أخرى. ما رأيك أنت؟ هل تظن أن هذا الكون بحجمه المهول هو للفرجة فقط؟ هل وضع للبشر والكائنات الذكية إن وجدت قبل الأوان حتى يسافرون فيه عندما يتقدمون تكنولوجيا؟ نحن نتقدم تكنولوجيا في كل مرة أضعاف المرات السابقة، وما سوف يجعلنا نتقدم بشكل رهيب في كل المجالات أضعاف المرات في السنوات المقبلة هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ثمرة جهود وعي البشر، ومن خلاله سوف نصل إلى حدود الكون يوما ما.